التعاون في الموبيليزاسيون تاع التمويل الذاتي. Donc l'objectif global de notre projet c'est promouvoir l'esprit de transition, chômeur diplômé à l'entrepreneuriat. بمعنى تأهيل وتكوين 30 من أصحاب شهادة العاطلين على العمل غزة تحفيزهم لبعث المشاريع. Les 30 participants باش يتعدوا دو فاز، الفاز الأولى هي فاز دو رونفورسمون دي كاباسيتي اللي هي باش تصير بعد لي سيكل دو فورماسيون، الفاز الثانية هي فاز دكومبانيومون اللي هما باش يكونوا معاهم دي زيكسبير كسوا في مرحلة إعداد الملفات كسوا في التسهيلات مع الإدارة ومع البنوك. احنا في البروجي هذايا باش نسعوا على تطوير العلاقه مع السلطات مع المجتمع المدني وذلك لتشجيع الشباب للانتصاب على الحساب الخاص لترجيع فكره الاستثمار اللي هي غابت عند الشباب فكره بعث المشاريع. الشباب قاعد يواجه في مشاكل نصورها اكبر المشاكل هي الاجراءات المعقده والبيروقراطيه تزيد معناتها اكبر مشكله كبيره اللي هي الروتار في اسناد القرض. هنا دي حاجه مهمه برشا المؤسسات البنكيه الممثلين نتاعها اللي كل مره يقعدوا انهم يحضروا باش يقابلوا الشباب ويتناقشوا معاهم ويجاوبوا على اسئلتهم الا انه في كل مره يتهربوا من المواجهه ويتهربوا من انهم يواجهوا الشباب ويجاوبوا على اسئلتهم وعلى الاستفسارات نتاعهم. هذا ما نشوفه كان انه ضعف الموقف نتاعهم خاطر يعرفوا اللي لي بروسيدور نتاع تمويل المشاريع تلاقي في ضعف كبير وفي تهميش كبير. ماذا بين يولي الشاب يعرف الاجراءات الكل من الاول، يعرف الوثائق اللازمه الكل من الاول، ونصور هنا المشاكل هذه المشكله هذه نتاع بعث المشاريع تنجم تتحسن وتولي المبادرات في قصد تولي عندها فرصه باش تنجح. احنا اليوم كهيكل او فضاء مبادره وقع استدعائنا للجمعيه هذه ثقافه باش نساعدوا الجمعيه نشرح اشكاليات الشبان اليوم عندهم رغبه والشبان اليوم محليين والشبان اليوم عندهم اشكاليات، وضحنا قدر المستطاع حسب الاشكاليات اللي تخص الفضاء وما اتباع الفضاء. مشكورين زاد الجمعيه زاد باش يوضحوا يبسطوا بلوغ للمعلومه كفضاء مبادرة أو معتمدية أو كذا الهيكل معناها الأسواق الجوية. احنا كفضاء مبادرة جاوبنا برسك على كل ما هو إشكال موجود في الملتقى هذا وبرشا شباب معناها نتصور باش يخرجوا فرحانين غير بعيد من المعلومة